تتداخل الأشكال الهندسية العربية مع الطبيعة بألوان متميزة ولمسة فنية ساحرة في هذه اللوحات. هو الفن العجمي الدمشقي والذي يعود إلى العصر الأموي، ولا يزال يحافظ على مكانته ليصل وعبر الأيادي السورية إلى مدينة غازي عنتاب التركية، مرافقاً لعطا في رحلة لجوئه الطويلة والذي يرى فيه تاريخه ومستقبله. كنت كثير اتردد على أسواق دمشق القديمة وشوف الصناع والحرفيين كيف عم يشتغلوها، ومما دفعني لمحاولة تعلمها رغم أنه الحرفيين ما كانوا يعطوا أسرار هاي المهنة لأي كان. أنا حابب أوصل هذا الصوت من خلال المعرض اللي أقمناه، أنه الثقافة هي واحدة، الثقافة السورية قريبة جداً من الثقافة التركية. حابب مثلاً يصير في تواصل مع البلدية لأخذ مكان، لربما من الممكن أنه يكون في مشروع إقامة دورات تدريبية لعدد من السوريين والأتراك من فئة الشباب. يمزج الفن العجمي بين الفنون العربية والتركية والفارسية، حيث ما يزال يهاجر مع الحرفيين السوريين إلى دول اللجوء ليروي تاريخ شعب أصيل ومهنة عريقة تعود لآلاف السنين. شهدت مدينة غازي عنتاب التركية معرضاً فنياً يحمل اسم الدهان الدمشقي لإحياء تقاليد حرفة العجمي والمساهمة بانتشارها في الولايات التركية، والذي لاقى حضوراً من السوريين والأتراك المهتمين بالفنون القديمة. قمنا بتنظيم معرض دهان دمشقي، المعرض الأول من نوعه، معرض اللوحات العجمية. بيهدف المعرض طبعاً لإعادة إحياء هذا الفن وهذا التراث اللي قايل للاندثار، وممكن تكون غازي عنتاب نقطة انطلاق لباقي المدن التركية إن شاء الله. كان الفن دائماً خروجاً عن المألوف وإفصاحاً من صاحبه عن مكنونات ومشاعر متراكمة يحيي بها عطاء عقيل تاريخاً عريقاً وشوقاً إلى بلاده يعبر عنه بهذه اللوحات. ألاء صبرا لأورينت نيوز، غازي عنتاب التركية.